كيفية إنشاء برامج الحسابات المدارة. قم بتسجيل الدخول إلى بوابة العميل الخاصة بك. اضغط على تبويب الملف الشخصي. اختر الحسابات المدارة من القائمة. قم بالضغط على برنامج جديد. أدخل اسم البرنامج والحد الأدنى للإيداع وفترة قبول الإيداع المرادة، سواء يومياً، أسبوعياً، شهرياً، ربع سنوياً أو سنوياً. قم بإدخال الحد الأدنى لتراجع الحساب المقبول من قبل العميل، ثم قم بتحديد أجور الأداء وأجور الإدارة. إن الحد الأعلى لأجور الأداء هو 50%، أما بالنسبة لأجور الإدارة فهو 5%. حدد الفترة شهرياً، ربع سنوياً أو سنوياً. اختر العملة المرادة والمنصة ونوع الحساب، تنفيذي أم مميز. قم بالضغط على إضافة البرنامج. في هذه الأثناء يتم إرسال الطلب إلى قسم الدعم المختص، وفور الموافقة سيتم إنشاء الحساب ليظهر لك البرنامج الذي قمت بإنشائه. اضغط على المربع الرمادي وذلك لتفعيل البرنامج. ابدأ اليوم وانضم إلينا من خلال الرابط في صندوق الوصف.